وشوشة. لا طولنا قوة ولا طولنا ضعف، عايشين بنرقص عالسلالم كلنا. أنا صورت فعلا الأغنية مع الممثلات، كلنا بنمثل مع بعض يعني مش حد أحسن من حد. لا بصراحة ما كانوا هينزلوا قبل، برضو كانوا حاطين كذا معاد، كانوا هينزلوا أجازة نص السنة ما لحقوش، وإحنا كنا هننزل في رأس السنة ما لحقناش، واتقابلنا الحمد لله. كانت صدفة حلوة يعني. يوم تاني مخصص للتصوير، يعني تصوير الأغنية. حبيت جو الممثلات مع بعض، بتبقى العلاقة قريبة قوي يعني، بيبقوا بيعرفوا بعض وتفاصيل حياتهم وبيحبوا بعض، التمثيل بيقربهم من بعض، بيبقوا صحاب يعني، غير المطربين احنا ما عندناش فرص كتير عشان نتقابل يعني. فأنا حبيت ده، بس التمثيل نفسه ما حبيتهش حقيقة، لأنه حسيت أنه صعب يعني في المجهد. الممثلات مثلا بيقولي الغنى مجهد، لو في حد حاضر مثلا تيك الغنى زي المخرج والمنتج الفيلم، قال لي برضو كده صعب قوي، صعب الغنى يعني تفاصيل الأغنية عشان تخلص. بس أنا بتبقى بالنسبة لي حاجة عادية جدا، وأنا داخلة أغني عارفة أنا أعمل إيه، واللي قدامي عارفة وعايز مني إيه، فعلى طول يعني. حتى لو قعدت 7 ساعات بغني مش بحس بالوقت. نفس الموضوع عند ممثلات، لما قلت لهم أنتوا إزاي عايشين الحياة دي، قالي ده عادي ومبسوطين يعني. فلازم تكون بتحب التمثيل قوي عشان تمثل. بعد اللي شفته في التصوير كلهم جامدين جدا وأبطال، وكلهم بيشدوني. تمثيل صعب قوي. الحاجة اللي أنا فاكرها كويس واللي هتفضل ذكرى طول حياتي هو عيد ميلادي. فاجئوني بعيد ميلادي لأنه عادة مش بحتفل بيه، فاتفاجئت وإحنا بنصور لقيت المخرج بيقول لي دقيقة بس وإحنا بنصور. قمت اتفاجئت بقى كلهم قاعدين، وبقى والاحتفال وكده انبسطت قوي. فدي من اكتر الحاجات اللي يعني بفتكرها في التصوير. والكواليس حقيقة ما كانتش كتيره لانه كان برد قوي، فلما بنكون اوف ما بنش بنصور كل واحده في اوضتها متغطيه، ولانه برد كان فظيع، كان الجو للاسف وحش قوي يوم. بس يعني مطربين كتير مثلوا ونجحوا، ونجحوا كل حاجة، وحسيت انه لا هم ما كانوش بيمثلوا، بقوا ممثلين شاطرين قوي. بس الحقيقة ولا مرة حسيت ان انا محتاجة امثل او حد فتح نفسي للتمثيل. هو بتعرض علي كتير تمثيل قبل اللي اختشوا وبعد اللي اختشوا، فالموضوع اجله شوية يعني، لسه ما انا مش جاهزة حتى نفسيا يعني. اظن ممكن يبقى كل تجربة في حياتي او اتنين يعني، مش غلط يعني، حتى لو ما كانتش حلوة قوي، بس لازم الواحد يجرب يعني قبل ما ياخد قرار زي ده. فاحتمال كبير ان انا اجرب تمثيل، بس هو مش دلوقتي اكيد. لا بقى لازم يكون حاجة ابداع يعني، تبقى حاجة جديدة علي، حاجة تشدني، مش حاجة في الدماغ. لو حاجة في الدماغ يبقى الموضوع سهل، في مليون فكرة. عايزة اطلع البنت الرومانسية، عايزة اطلع البنت الفقيرة اللي هي المكافحة، عايزة اطلع حاجة، افكار كتير. بس انا مش عايزة كده، انا عايزة فكرة اللي هي متبقاش في بالي، حاجة اللي هي تشدني وحس انه حاجة جديدة. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org